لتصفونا بالإرهابيين. غايتنا زعيمنا زعيم. أما هذه فلمن وصفنا بالإرهابيين؟ التي خرجت احتجاجا على المساس بثوابتنا الفلسطينية، واحتجاجا على التصريحات الهمجية التي صرح فيها الرئيس الأمريكي ترامب، وأن ما يتعرض له الإسلام من حملة تشويه بإظهار الإسلام بأنه دين إرهابي إنما هو مؤامرة واضحة يجب على المسلمين في كل مكان أن يتصدوا لها. نعم، الخيارات مفتوحة، لا تنتظروا منا أن نقف مكتوفي اليدين ونحن نضطهد، لا تنتظروا منا أن نقف متعطي الرأس لكي نتلقى الضربات، انتظروا منا الإذن الذي أخذناه من المولى عز وجل بموعد قريب بإذن الله عز وجل. فإذا ما أردتم أن نؤجل هذا اللقاء الحتمي فسارعوا وبادروا بفك الحصار عن غزة، فهذه الوسيلة الوحيدة لتأخير المواجهة الحتمية.